حتى فيما يتعلق بسلاح الكيماوي. هنا أرحب بالسيد طارق جوهر المستشار الإعلامي لبرلمان كردستان والذي انضم إلينا للتو. أهلا بك أستاذ جوهر. أهلا وسهلا، أهلا بضيفك الكريم. أهلا بكم بمشاهدي القناة. أهلا وسهلا. ما الذي يبرهن على استخدام داعش للسلاح الكيماوي في إحدى المواجهات مع البشمركة؟ هل لديكم أدلة واضحة؟ نعم، المعلومات التي وردت خلال اليومين الأخيرين تؤكد بأن داعش وربما استخدم الأسلحة الكيميائية أو نوع من الأسلحة الكيميائية المحرم دوليا في مواجهات مع قوات البيشمركة. يأتي هذا التوجه الداعش لاستخدام هذه الأسلحة جاء بعد فشله في مقاومة هجمات قوات البيشمركة، وأيضا تمكنت بيشمركة في كل مواجهات مباشرة مع داعش من دحر قوات داعش وتحقيق انتصارات كبيرة، وهذا نتيجة لهذه الانتصارات وتراجع القدرة القتالية لداعش في مواجهات البيشمركة. لجأ إلى هذه الأسلحة المحرم دوليا وحاول تجربته في المواجهات، ولكن المعلومات الأولية لا تؤكد 100% بأن الأسلحة تم استخدامها، ولكن هناك عينات أخذت من القوات البيشمركة ومن التربة الموجودة في المنطقة، وهناك خبراء ربما سيصلون إلى إقليم كردستان من ألمانيا وأمريكا وغيرها من الدول ربما للتحقيق في هذا الأمر. وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها داعش باستخدام هذا النوع من الأسلحة في مواجهاته ضد أعدائه، وخاصة إن بدأت بالاستيلاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا في 2013، استخدم قرب دمشق، وأيضا في العراق استخدم في 2014، وفي 2015 أيضا في مواجهات في بعض المناطق في سنجار استخدمها ضد قوات البيشمركة لأول مرة، ولكن النتائج لم تكن بهذا الحجم في هذه المرة. في المرة أيضا في صلاح الدين في مواجهات مع أنبار استخدم في كثير من المواجهات حسب التقارير الأخبارية. لكن سيد جوهر، استخدام هذا ذكرناه، استخدام الأسلحة الكيماوية في حرب ما يعني العديد من القتلى، هل سقط قتلى وهل هناك إصابات واضحة لديكم في قوات البشمركة التي استهدفت من قبل داعش بهذا السلاح الفتاك؟ الحمد لله ليست هناك قتلى وليست هناك شهداء، وإنما فقط الإصابات، لأن داعش استخدم هذه الغازات في قذائف الهاون التي تم فيها قصف المناطق القريبة لقوات البيشمركة، وهذا يعني خلق نوع من الحالة لدى بعض القوات البيشمركة الذين كانوا قريبين من هذه القذائف، وإلا بشكل عام لم تؤثر على قوات البيشمركة. طيب. ولم تؤثر حتى على معنويات البيشمركة. أعتقد بأن داعش ربما استفاد من المتروكات التي تركتها نظام السابق، الأسلحة الدمار الشامل التي كانت موجودة، وأيضا ربما بعض الخبراء للنظام السابق هم الآن أعضاء في هذا التنظيم الإرهابي، وهم يساعدون تقوية القدرة القتالية لداعش في يعني إنتاج الأسلحة الكيميائية وباستخدام الغازات أنواع الغازات السامة، وربما يحاول، لأنه داعش لا يفرق ويستخدم كل أساليب القتال والعنف ضد أعدائه كما يوصف. ولا يفرق. قبل العودة إلى الأستاذ جاسم محمد، لدي سؤال لك. لدي سؤال أستاذ جوهر، يعني بعض النقاد يقولون وبعض المحللين يقولون بأن الأكراد يدعون فقط بأن داعش استخدم الغازات السامة ضدهم حتى يستقطبون مزيدا من الدعم الدولي في حربهم ضد داعش، ويعني في إطار الدعاية فقط وفي إطار استقطاب المزيد من التعاطف الدولي معهم. أنا أنفي هذه التوجهات، لأن هناك الأخبار التي جاءت لم يأتي من الكرد ولا حتى من حكومة الإقليم، وإنما المصادر جاءت من مصادر غربية، يعني الاستخبارات العسكرية الألمانية هي التي ذكرت بأن هناك تقارير تؤكد بأن داعش استخدمت الأسلحة الكيميائية والمحرمة بغاز الخردة ضد القوات البيشمركة، وأيضا هناك تأكيدات ليست المرة الأولى التي يتم اتهام هذا التنظيم الإرهابي باستخدام هذه الأسلحة التي استولت عليها في سوريا والعراق.
لذلك نحن لسنا بحاجة إلى إعلان دعايات لكسب المزيد من الدعم والتأييد، لأن قوات البيشمركة وفي إقليم كردستان وحتى في غربي كردستان، أيضا شرفانان ووحدات حماية الشعب أيضا تعرضوا إلى استخدام أسلحة كيميائية من قبل قوات داعش. هناك معلومات تؤكد ذلك لدى الأوساط الغربية، هم الذين الآن يقومون بإجراء تحقيقات دقيقة لمصادر حصول داعش على هذه الأسلحة. لذلك قوات البيشمركة، جرأة قوات البيشمركة وشرفانان في مواجهة داعش وتحقيقهم انتصارات كبيرة وإيقافهم لتمدد داعش، كل ذلك كافي لأن تحصل إقليم كردستان وقوات الكردية بكل مكوناتها وتشكيلاتها العسكرية على الدعم الدولي والمساندة، لأن قوات البيشمركة أثبتت خلال أكثر من سنة بأنها تدافع ليس فقط عن إقليم كردستان وعن الكرد، وإنما تدافع عن البشرية وعن الإنسان وعن عن عن كل الدول العالم ضد هذا الفكر الإرهابي الذي لا يفرق في القتل والدمار ضد بين كل مكونات الشعوب والأديان. هذه قضية أخرى لا نريد الخوض فيها الآن، لكن أستاذ جاسم محمد، إذا تبوث فعلا من خلال التحقيقات الجارية حاليا على الأرض في المنطقة التي يعني من المحتمل أن داعش استخدم فيها سلاحا كيماويا، إذا ثبت استخدام داعش لهذا السلاح الكيماوي، هل سنشهد يعني خططا دولية جديدة في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي، وبالتالي هجوما شاملا لربما يقضي على التنظيم في العراق على الأقل كمرحلة أولى؟ ما يتعلق بالشكاوي باستخدام هذا التنظيم السلاح الكيميائي، يعني حتى منظمة أو اللجنة الخاصة بحظر الأسلحة الكيميائية في هولندا لحد الآن لم تستلم أي طلب من الحكومة العراقية ولا من أطراف أخرى. يشار أن التحقيقات على الأرض، هنالك تقارير طبية ميدانية حكومية عراقية أو من البيشمركة أكدت بأن وجود أعراض لاستخدام السارين. القوات الألمانية على الأرض لم تشترك في التحقيقات، وأكدت التقارير بأن الجنود الأمريكان هنالك الألمان فقط للتدريب. فلذلك بالنسبة استخدام يعني التنظيم إلى يعني الأسلحة الكيميائية، ربما هو الآن يمثل خطر ليس محلي ولا إقليمي، وإنما أصبح خطر دولي. فالمواجهة يبدو أن هنالك تحدي كبير، لكن للأسف هنالك نقص بالرغبة وغياب استراتيجيات دولية خاصة من قبل واشنطن في مواجهة هذا التنظيم. حتى أنه رئيس الأركان الأمريكي في تصريحاته يوم أمس واليوم باحتمالات إرسال أو في احتمال إرسال جنود أمريكان، هو يعني بالنسبة إرسال مستشارين فقط. فلذلك خلال إدارة أوباما هنالك تأكيد أنه سوف لا يكون نشر قوات وسوف لا يكون هنالك تدخل مباشر على الأرض. أمريكا والغرب والتحالف الدولي يعتمد على أطراف محلية في مواجهة هذا التنظيم. نعم، إذا كان تنظيم داعش بدون أسلحة كيميائية عصي عن أن يجتث أو أن يقضى عليه، ماذا وهو يملك الآن أسلحة كيميائية؟ بالنسبة لمواجهته مع البيشمركة، هل يشكل ذلك خطرا حقيقيا على المناطق، مناطق الصراع أو المناطق الاشتباك؟ بالتأكيد هو يمثل خطورة، وهذا التنظيم هو تنظيم غير منضبط ولديه الخبرات ولديه الإمكانيات، فكلما تكون هنالك ضغوطات خاصة الضغوطات العسكرية، الآن المساحة الجغرافية التي يقف عليها التنظيم في تراجع، هنالك ضغوطات أيضا إقليمية، فليس غريب أنه يستخدم عنصر المفاجأة، وهو هذا يعني قاعدة وأساس يستخدمه هذا التنظيم، أسلوب المفاجأة. فلذلك لا نستبعد بأن يستخدم هذا التنظيم أو يستخدم عنصر المفاجأة باستخدام غاز السارين. يذكر بأن غاز السارين هو من المكونات البسيطة التي ممكن استخدامها من قبل خبراء يعني أو مهندسين كيميائيين بقدرات وإمكانيات بسيطة. نعم. طيب أستاذ جوهر، هل لديكم خططا لمواجهة داعش في حال دخلت إلى ميدان المواجهة والحرب بينكم وبين التنظيم هذه الأنواع من الأسلحة؟ هل لديكم خطط لمواجهة الخطر الكيماوي؟
لا شك بأن التحالف الدولي وأيضا قوات البيشمرج وحكومة الأقليم والحكومة الاتحادية يجب أن يتفقوا ويجب أن تكون لديهم احتياطات لكل احتمالات التي تمتلك الداعش الإرهابي، لأنهم لا يترددون في استخدام واللجوء إلى أي أساليب وحشية لقتل لارتكاب مزيد من القتل وانتشار الدمار في العراق أو في المنطقة. لذلك أكيد هناك احتياطات، ولكن بشكل عام هذا واجب المجتمع الدولي، هذا واجب التحالف الدولي، لأن قدرة وحكومة إقليم كردستان وقوات البيشمركة من الناحية العسكرية والتكنولوجيا العسكرية هي محدودة. نحن نعتمد أساسا على الدعم اللوجستي والعسكري التي تأتينا من التحالف الدولي من أمريكا وأوروبا ألمانيا وغيرها من الدول التي أرسل الشحنات من الأسلحة، وإن لم تكن كافية، ولكن مصادر السلاح يأتي من الدول الغربية. وأعتقد بأن يجب التعامل مع هذه الأنباء التي تؤكد بامتلاك داعش للسلاح الكيميائي، يجب أن يتم التعامل معها بجدية، ويجب على الحكومة الاتحادية أن يتحرك بشكل سريع في إطار المجتمع الدولي، خاصة في إطار الأمم المتحدة، من أجل إجراء تحقيقات دقيقة لمصادر حصول داعش على هذه التمويلات المحرمة دوليا. أنا أعتقد بأن ربما بعض الدول في المنطقة هي التي تقدم تسهيلات، ما زالت تقدم تسهيلات لداعش من أجل الحصول على الأسلحة الفتاكة والأسلحة المحرمة دوليا من أجل تحقيق مكاسب في مواجهاته ضد قوات البيشمركة أو ضد القوات العراقية أو الذين يحاربون داعش في سوريا. لا شك أن داعش يحصل على دعم من الخارج ويوظف إمكانيات في الداخل، أقصد في سوريا والعراق، لكن يستفيد أيضا من ذلك الخلاف القائم بين كردستان وبين أربيل وبغداد. إذن في هذا الإطار، ألا يعجل ذلك بالتوصل إلى حلول وسط بينكم وبين بغداد حتى تصبح الجبهة واحدة وحتى يتم التصدي لداعش بوسائل أكثر فعالية؟ نعم، هناك خلافات وهناك مشاكل عالقة بين بغداد وأربيل، ولكن نحن في بين أربيل وبغداد متفقون على مواجهة التحديات الراهنة، وهي التحديات مواجهة كيفية مواجهة إرهاب، لأن إرهاب خطر كبير على بغداد وأربيل وعلى كل الشعوب المنطقة. لذلك نحن نتعاون في هذا الجانب ولدينا مهام مشتركة، ويجب أن تكون هناك تعزيز لهذه التعاون العسكري بين بغداد وأربيل، وأيضا مع الجانب التحالف الدولي وقيادة أمريكا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية. وأيضا لا ننسى بأن الشعب الكردي سبق وأن تعرض إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في كثير من المناطق أيام نظام صدام حسين في حلبجة وبالسان وشيخ وسانان وفي كثير من المناطق الأخرى. طيب. لذلك حتى قوات البيشمركة لديها تجربة في كيفية مواجهة استخدام الأسلحة الكيميائية والغازات المحرمة دوليا، ولكن بشكل عام هذا واجب المجتمع الدولي وهذا واجب الولايات المتحدة والتحالف الدولي في وضع حد لهذا التنظيم الإرهابي ويعني شل قدراته العسكرية بعدم امتلاكه لهذه الأسلحة حتى لا تتكرر المآسي والويلات لشعوب المنطقة. أستاذ جاسم، هل تعتقد بأن الوسائل العسكرية وحدها كفيلة باجتثاث داعش من المنطقة؟ أكيد لا، الخيار العسكري هو الخيار السريع. الخبراء في مكافحة الإرهاب يجمعون، هنالك إجماع، الخيار العسكري أو القمعي غير كافي، هنالك حزمة إجراءات اقتصادية وتنمية والقضاء على البطالة وأخيرا هو المواجهة الفكرية. طالما أنه هذا التنظيم يستخدم بين مزدوجين الفكر السلفي الجهادي في الكسب وفي تنفيذ آلية إرهابية، إذن يجب مواجهته أيضا فكريا، فإذا المواجهة الفكرية هي الأصح. نعم، هل تعتقد بأن المواجهة تقتضي خطابا دينيا مضادا للخطاب الداعشي؟ هذا بالتأكيد، أنه رجال الدين والمنابر ومنابر رجال الدين، وكذلك حتى في على مستوى يعني التعليم والتربية يتطلب خطاب بكشف هذه الجماعات. فلذلك الآن يعني يجب أن يكون هنالك خطاب معتدل، وأجد أنه هنالك على مستوى بعض الدول الإقليمية طرحت هنالك مفهوم الخطاب المعتدل، فيجدر في بقية الدول التي تواجه
العنف والإرهاب خاصة العراق وسوريا ولبنان ودول المنطقة أخرى، وحتى الآن يعني بدأ يجتاز إلى دول الخليج أن يكشف هذا التنظيم. وهنالك جهود خاصة من الأزهر، هنالك جهود واضحة بكشف هذا التنظيم. نعم. طيب، لكن الاستقطاب الديني في العراق على الأقل يعني بعيد كل البعد عن بلورة خطاب ديني بوسعه مواجهة فكر داعش. وباختصار لو تفضلت. العراق بسبب وجود يعني أكثر من مكون مذهبي، الشيعة السنة وأطياف أخرى، يعقد المشهد. نعم. طيب، أشكرك الأستاذ جاسم محمد، حدثنا من بون، وأشكر أيضا الأستاذ طارق جوهر المستشار الإعلامي لبرلمان كردستان العراق على هذه المشاركة، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة. حتى نلقاكم في مناسبة أخرى، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.